مرحبا طلبتي الأعزاء. أهلا وسهلا معلمتي. اليوم سنتحدث عن الإخلاء الآمن. معلمتي، ماذا يعني الإخلاء الآمن؟ الإخلاء الآمن يعني أن ننتقل من مكان حدوث خطر إلى مكان آمن بعيدا عن هذا الخطر. وما السبب الرئيس الذي يمكن أن يحدث خطرا ليستدعي عملية الإخلاء يا معلمتي؟ سؤال جيد يا خالد. نلجأ عادة إلى الإخلاء عند حدوث المخاطر كالكوارث الطبيعية والزلازل والفيضانات والحرائق. معلمتي، هذا يعني أننا في حالة الخطر يجب علينا مغادرة الصف فورا دون تردد إلى الساحات الخارجية؟ كلا، ليست هذه الطريقة يا سامي. هنالك خطوات وإرشادات يجب اتباعها والالتزام بها حتى تتم عملية الإخلاء بطريقة آمنة ولا يتعرض أحد إلى أذى. ما هذه الخطوات إذن؟ تبدأ عملية الإخلاء عند سماع صفارة جهاز الإنذار في المبنى التي يكون صوتها كما تم التدرب عليه، صوت الجرس أو صفارة إنذار أو غيرها. عندها يجب على كل طالب أن يتبع تعليمات لجنة الطوارئ في المدرسة كما تم التدرب عليها خلال تجربة الإخلاء والإطفاء. بعد أخذ إشارة أعضاء لجنة الطوارئ ووفقة خطة الإخلاء في المدرسة، نصطف جميعاً بجانب الدرج، ثم نخرج فردياً واحداً تلو الآخر بهدوء ومن دون هلع، مع الحرص على عدم الازدحام على مخارج الصفوف والمبنى والأدراج ومخارج الطوارئ. معلمتي، لماذا لا نستخدم المصعد في حالة الإخلاء ليكون أسرع؟ لا يا خالد، يمنع استخدام المصاعد في حالات الإخلاء تحسباً لوقوع تماس وانقطاع التيار الكهربائي الذي يؤدي إلى توقف المصعد عن العمل. معلمتي، في حال علق طالب بين الطوابق ماذا يجب أن يفعل؟ في تلك الحالة عليه التحلي بالهدوء، ويتوجب عليه التلويح بقطعة قماش أو أي شيء ظاهر يمكن استخدامه طلباً للمساعدة. طلاب الأعزاء، إن اتباع تعليمات لجنة الطوارئ بهدوء والتزام يضمن السلامة والأمان للجميع.